معنا الكاتب والمحلل الاقتصادي عوني الداوود، اهلا وسهلا بك استاذ عوني. يعني بدايه، الملفات كثيره على طاوله الحكومه فيما يخص الوضع المالي مع كل هذه المعطيات الموجوده. كيف تقيم يعني اداء الحكومه الى الان في هذا الموضوع؟ شكرا ستي، تحياتي لك والمشاهدين الكرام. اعتقد بانه احنا الان وصلنا الى الربع الرابع من عام 2020 بكل التحديات التي مرت بها الاردن وكما كافة دول الإقليم ودول العالم. الآن نحن في مشارف الربع الرابع، وواقع الحال يقول كالآتي: كما ورد في التقرير، هناك تراجع كبير في الإيرادات يقدر بتقريبا ب 50% من نصف توقع الإيرادات، اختلف تماما. هناك عجز كان متوقعا أصلا في موازنة 2020 بمعدل مليار، الآن التوقع من هنا حتى نهاية العام يقدر بحوالي سيزيد عن ذا الرقم بمليار ونص إلى مليار فاصل ثمانية. أعتقد بأنه هناك بعض الملفات تم التوصل إلى رؤية حول حلها، بمعنى إذا تكلمنا عن موضوع المديونية، هناك نجحت الحكومة بصورة أو بأخرى بل بنجاح واضح وصريح ما يتعلق بسندات اليوروبوند بأن توفر قروض لسداد قروض بفائدة أعلى، بمعنى بأنه الآن ما هو مطلوب من الحكومة في الشهر المقبل متيسر ومتوفر من خلال القرض المليار وفاصل 75 من اليوروبوند. سيتم سداد هذا المبلغ لمديونية خارجية ومديونية داخلية، بل وأيضا سبق وعانت الحكومة عن توفير جزء من السيولة حوالي 300 مليون لسداد بعض الديون القطاعات الداخلية من قطاعات المقاولات وقطاعات المستشفيات. ولكن التحدي الأكبر أعتقد الآن الذي يواجه العالم كله ليس موضوع المديونية، المديونية الآن العالم مديون بالكامل في ظل هذه الجائحة. المشكلة الأخطر والأكبر تواجه العالم في وجود جائحة كورونا هي مدى توفير السيولة ومدى قدرة أي دولة على توفير السيولة. وأعتقد بأنه الآن حين نتكلم عن خسائر بالاقتصاد العالمي زادت على 10 تريليون دولار، أعتقد بأنه إذا كان الآن نقدر خسائرنا بجائحة كورونا حتى هذا الوقت حاليا إضافة إلى 2.5 يمكن مليار خسائر لعجز موازنة، وأذكر بأنه سبق هناك تصريحات خسائر للقطاعات الاقتصادية ب 100 مليون يوميا بتوقف عجلة الاقتصاد لشهرين لثلاث شهور من آذار إلى مايو. أعتقد بأنه هذا كله الآن في وجود دولة تستطيع أن تحصل على السيولة والقروض، هذا نجاح يعتبر في الوقت الحالي مقدم على معالجة المديونية مع أهميتها بالالتزام، لأنه ما ساعد على رغم هذه الأرقام والتوقعات بانكماش اقتصادي وتوقعات تراجع النمو وإلى آخره، وما زال الأردن محافظ على التصنيف العالمي الذي سيساعده على الاستدانة لمواجهة. يعني بذكر موضوع الانكماش الاقتصادي أستاذ عوني، يعني هناك توقعات، صندوق النقد يتوقع تقريبا بين 3 و4% انكماش، ستاندرد أند بوست تتوقع 5%. بين هذا وذاك، النمو الاقتصادي الربع القادم الذي من المتوقع أن يكون أيضا مسجلا لانكماش بنسبة أيضا كبيرة، ما هي أفاق النمو المحتملة برأيك خلال الفترة المقبلة؟ يعني التوقعات الآن النمو المقبل إذا نجحنا بأن نصل من صفر إلى واحد مع نهاية عام، هذا يعتبر إنجاز. أنا بعتقد بأنه 2020 سيذهب بكل سلبياته وجزء قليل من إيجابياته على الأقل، وحين أتكلم عن الإيجابيات أتكلم عن القطاعات التي أثبتت موجوديتها وإمكانية المراهنة عليها في 2021. التحدي الكبير سيدتي الآن هو بيتعلق بموازنة 2021 التي يفترض أن تكون هي أقرب إلى خطة إدارة أزمة قادمة، بمعنى آخر بأنه نحاول يعني تعديل مسيرة الاقتصاد ومراجعة كل الخطوات تم اتخاذها من إجراءات وحوافز أطلقت في مواجهة هذه الجائحة، بمعنى حوافز البنك المركزي، ما هي القطاعات التي تم الاستفادة منها، نسبة الاستفادة منها، نحتاج إلى مزيد من ضخ السيولة الآن، كيف نواجه موازنة 2021 مع التذكير بتحديات أخرى إضافة لسداد ديون، نحتاج إلى مبلغ يصل إلى 300 إلى 400 مليون لموضوع العلاوات والزيادات التي وعدت بها الحكومة مطلع العام المقبل. الحكومة نجحت في 2020 بالتبكير بالمساعدات والقروض التي حصلت سواء من المساعدات الأمريكية، مساعدات الاتحاد الأوروبي، اليوم كان في توقيع لمساعدات 700 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي 250 هذا العام والباقي في العام المقبل بشروط معينة.
من صندوق النقد ايضا ساعد الاردن مبكرا بموضوع حوالي 400 مليون لمواجهه كورونا. اعتقد بانه وضعنا ممكن توفير سيوله لازمه، ولكن ما هي الموازنه الملائمه ل 2020 في ظل هذه المتغيرات؟ اعتقد من المهم جدا بطرح افكار خلاقه جدا وشراكه حقيقيه بين القطاعين العام والخاص لاعاده النهوض بالقطاعات ودعم الشركات الصغيره والمتوسطه في ظل نسب بطالة تتزايد، وبالتالي لإنقاذ القطاعات الاقتصادية القادرة على إعادة تحريك النمو يعني الاقتصادي وبث. ولكن أستاذ عوني، يعني إذا ما ذكرنا أو أخذنا بعين الاعتبار، يعني من الممكن أن يكون هناك حلول فيما يخص السيولة، ولكن في المقابل أيضا الدين العام وزيادة الدين العام وخدمة الدين العام تحديدا ونسبته أو نسبة العبء الذي سيكون على الموازنة كيف ستكون برأيك؟ أنا أعتقد لا خيار أمام الحكومة في ظل هذه الجائحة وفي ظل التحدي كما ذكرت عدم توفر السيولة إلا الاستمرار بالاقتراض والحصول، بمعنى الحصول على قروض وتسهيلات بفائدة أقل لتغطية مديونية بفائدة أعلى. والأردن عبر سنوات أثبت مصداقيته بالسداد، وهذا ما كما ذكرت منذ قليل ساعد على الثقة بالإصلاحات والإجراءات التي تتم الاقتصاد الأردني وتثبيته بالتصنيف العالمي وبالتالي الحصول على مزيد من الاقتراض. أنا ولكن التوجه نحو الاقتراض العالمي وليس الداخلي حتى يعطي مجال للقطاع الخاص الداخلي بالحصول على قروض أفضل. أعتقد المرحلة المقبلة تتطلب دور أكبر من البنوك لتوفير سيولة للقطاعات الاقتصادية الداخلية، دور آخر بتسهيلات ضريبية لكثير من القطاعات وللمواطنين، بمعنى لتشجيع المواطن الآن على الاستهلاك. نذكر بأنه أيضا هناك في تراجع بنسبة التضخم، وبالتالي كيف نحفز المواطن للاستهلاك، كيف نحفز القطاعات الاقتصادية يمكن أيضا. نعم بالتأكيد صحيح. بالتأكيد وننظر إلى إيجابية بعض القطاعات، بمعنى التصدير، ما لدينا فرصة للتصدير، نجحنا في صناعات دوائية صناعات غذائية. نعم. كيف نفتح أسواق جديدة؟ لدينا فرص للنجاح ولكن نحتاج إلى أفكار وخلاقة. شكرا على كل هذه المعلومات. الأستاذ عوني الداود الكاتب والمحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.